في صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط ديما كنفكروا فيكم وكيفاش نسهلوا لكم حياتكم. من ديما وحنا كنسمعوا لكم والاتصال الدائم اللي عندنا معكم ومع الجمعيات اللي كيمثلوكم خلانا في عمل دائم لتحسين خدماتنا. كل شيء بدا سنة 2019 فين صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط جمع خيرة الأطور ديالو مع خيرة الشباب المقاول وبمساعدة عدد من زبنائنا تم تنظيم أول هاكاثون للابتكار في ميدان الاحتياط. وطيلة 3 أيام تنافسوا واجتهدوا بتكروا الخدمة المواطن والحل إشكاليات اللي كتهمه كتقريب الخدمات، تسهيل الوصول إلى المعلومات وتحسين التواصل وتبسيط مسطرة إثبات الحياة إلى آخره. وفي الأخير وبعد نقاش طويل ومشوق مع لجنة تحكيم مكونة من خبراء من الميدانين الخاص والعام، تم تتويج 4 الفرق قدمت أحسن الحلول للإشكاليات المطروحة. واليوم بعد أقل من سنة هاد الأفكار خرجت للوجود وكلها بين يديكم، فبالإضافة للبريد ومراكز الاتصال، تقاعد، صناديق التضامن والتطبيقات الإلكترونية، اليوم جيناكم بربعة ديال الخدمات جديدة. سيلفي احتياطي، تطبيق غادي يعفيكم من المسطرة الإدارية المتعلقة بإثبات الحياة، اليوم صويرة وحدة كافية. ساروت احتياطي، خدمة رقمية مبتكرة غادي تسمح لك تستفد من خدماتنا المتوفرة على تطبيقات سمارت سينيغا وسمارت إخسيهايغ بلا ما تحتاج اسم مستخدم ولا كلمة السر. واتساب احتياطي، تواصل معنا بالواتساب على رقم 05-37-71-49. تشات احتياطي، المجيب الآلي الموجود في تطبيقات سمارت سينيغا وسمارت إخسيهايغ هو الحل الرقمي الجديد اللي غادي يجاوبك بالدارجة على جميع تساؤلاتك 24 ساعة على 24 وطيلة أيام الأسبوع. من اليوم وبفضل هاد الشي استفدوا من خدمات القرب عن بعد.